ونذهب إلى غرفة عمليات الوفد. الأستاذ وفيق الغيطاني رئيس غرفة عمليات حزب الوفد. أستاذ وفيق، امبارح أنتوا كنتوا رصدين عدد من الانتهاكات، هل النهاردة فتح يعني كيف بدأ اليوم؟ هل في تراجع ولا نفس الانتهاكات؟ الحقيقة أنا جالي دلوقتي 3 أخبار في لجنة أدهور الرمل مركز ويسا، بتخش منتخبات ومعهمش تحقيق شخصية، والسيد القاضي بيخلوهم يصوتوا يعدوا بأصواتهم. في مدرسة السيدة خديجة في إتفو في أسوان، القاضي بيبصم في الكشف على الحضور وياخد الورق منهم لان هم اميين، ويضع الورق بلا تشخيص في الصناديق. ووجود 10 مندوبين داخل اللجان بجانب المستشار في لجان اكتوبر موجودين وعمالين يدعوا للاخوان والسلفيين، وتوجيه الناخبين، ومدرسه الطلائع في الحي الخامس لجنة مدرسة الطوائع، الصناديق ما اجتمعتش وعملوا محضر ومع مستشار اللجنة كده. وفي أكتر من شكوى تانية، لجنة رقم 79 بنزلة القشطة مركز أبو النمرس، يقوم الموظفون العاملين في اللجنة بالتأشير على أوراق التصويت لصالح حزبي الحرية والعدالة. مدرسة عاشور أيوب الإعدادية بمنيا الشيحة، تجاوزات كبيرة من خلال قيام مندوبي حزب الحرية والعدالة والنور توزيع مطبوعات دعائية ومحاولة تأثير عن دعائية ومحاولة تأثير على الناخبين. لجنة مدرسة أطفيح الثانوية، لجنة السيدات، تدخلا سافرا من الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، حيث يطالبوا السيدات بالتصويت لصالح الحرية والنور. طب محافظة أسوان، استاذ وفيق، هل حضرتك الحاجات اللي جات لي كلها، هل بيتم تحرير محاضر بشان هذه بنعمل الانتهاكات؟ محاضر، بنعمل محاضر وبنعمل محاضر بره في اللجنه العامه، لان ساعات الساده القضاه بعضهم ما بيوافقوش على عمل محاضر. وارسلنا فاكسات امبارح الى اللجنه العليا للانتخابات، وبنعمل دلوقتي الفاكس الثاني بتاع النهارده، وردوا علينا ان الفاكس وصل. نشكركم على تعاونكم، ارجو ان يكون هناك اجراءات وليس الشكر فقط. هل انتم مطمئنون في الوفد للاقبال، اقبال ناخبيكم، نسبه الاقبال، ولا قلقانين ان الاقبال يبدو متوسط، ولا الناس قسمت نفسها على يومين؟ الاقبال هو اقل من المرحله الاولى شويه، ولكننا نامل ان يكون هناك وعي عند الجمهور والشعب المصري لمحاولة الخروج بمصر مما نحن فيه، والخروج بعيدا عن الانتخابات الدينية التي لن تؤدي إلى مشاكل وعنصرية وفتنة طائفية. إننا نريد مصر أن تكون واحدة كما كنا على مر العصور، وهذا هو مبدأ الوفد كما حضرتك تعلمي، الوحدة الوطنية والوطنية المصرية. أشكرك أستاذ وفيق الغيطاني رئيس غرفة عمليات حزب الوفد، ومن غرفة عمليات المصريين الأحرار الأستاذ باسل عادل. أستاذ باسل، تقاريركم عن النهاردة بتقول إيه؟ الحقيقة عندنا برضو تجاوزات كتيرة، مش هزيد على التقارير اللي حضرتك سمعتيها والتفاصيل، عندنا نفس التفاصيل ولكن بعناوين مختلفة، لكن هي نفس التجاوزات. عندنا الحقيقة كمان تجاوزات كتيرة جدا في السويس، يبدو ان السويس تحولت الى محافظة يعني سلفية بشدة، فعندنا ايضا تجاوزات اخرى شديدة، وعندنا كمان تحرش بالاعضاء بتوعنا. وطبعا من الواضح ان الانتخابات دي اتحولت الى فصل من فصول الصراع الطائفي في مصر، وده للأسف. كان الخطر اللي دايما بنقوله للتيارات الدينية اللي بتمارس السياسة من تحت عباءة الدين، وده بيدي انذار شديد اللهجة لكل اللي بيشتغلوا في السياسة ان العمل في السياسة لابد أن ينفصل عن الدين. تجاوزات بنفس التكنيك اللي حضرتك سمعتيه من شوية وبنفس الأسماء، ولكن في مدارس مختلفة أو لجان مختلفة موجودة بالفعل، وكأن ما كانش في شكاوى ولا محاضر في المرحلة الأولى. الإضافة اللي احنا عملناها المرة دي إن عندنا طقم من المحامين جيد جدا بيتابع وبيقدم بلاغ
انا اتصور ان احنا وصلنا للالوف من البلاغات امبارح والنهارده. يعني البلاغات دي بيبقى مصيرها ايه؟ يعني في النهايه تذهب الى اللجنه العليا للانتخابات، لكن ما شفناش اي يعني اي تحرك لا عليكم ولا معاكم، يعني بمعنى ما شفناش تحرك ضد اي مرشح من المرشحين. شفنا الشرطه العسكريه بتصادر اشياء، الشرطه العسكريه بتمنع مخالفات، لكن الحقيقه ان اللجنه ما شفناش اي تحرك ضد اي حزب من الاحزاب. الحقيقه مش بتكلم بس على الاحزاب الاسلاميه. هو حضرتك البلاغات ليها تكنيك، اولا ما يقدرش يجريها غير المرشح او احد وكلائه. ده بالنسبه للبلاغ. البلاغ بنتقدم بيه للقاضي، قاضي الصندوق او القاضي اللي قاعد في اللجنه. الحقيقه معظم القضاه بيرفضوا تحرير هذه البلاغات او المحاضر، جايز تحت ضغط من الناخبين، جايز ما فيش وقت. مش عايز برضه اقول ان ده يعني تعنت، لكن فعلا بيبقى الدنيا زحمه وبيبقى عايز يخلص. بالظبط. انا ما انا عايز اقول كده ان مش تعنت يعني، لكن ظروف العمل نفسها ظروف صعبه بالنسبه لهم، فبنقوم بنتجه لاقرب اسم وبنحرر محضر وبلاغه وبناخد رقمه. من المتعارف عليه ان هذه البلاغات بتروح في طريقين، اول طريق ليها اللجنه العليا للانتخابات، لكن ممكن المرشح يستخدمها بقى امام محكمه النقض او محكمه القضاء الاداري. هو كل ده خطورته في ايه يا مدام لميس؟ خطورته ان ده بيطعن في شرعيه وبيهز استقلال المجلس القادم. كل ما تزيد البلاغات وكل ما يبقى فيه اختصام، يبقى عندك عدد من النواب وضعهم غير مستقر داخل المجلس، وهذا المجلس شديد الخطوره وشديد الحساسيه لانه هيقر الدستور. فتصوري ان من اقر الدستور او من اقر اختيار اللجنه اللي هتاسس الدستور مطعون في شرعيته، يعني ممكن تفضل الحقيقه حلقه مفرغه ان يحصل اختيار وبعدين يتم تصفيه عدد كبير من النواب بحكم محكمه، فيبقى في خطوره على وضع الدستور واستقرار الدستور. طب خليك معايا استاذ، ابقى معايا استاذ باسل من فضلك. انا معي على الهاتف الاخر الاستاذ يسري حماد المتحدث باسم حزب النور. صباح الخير يا استاذ يسري. يا اهلا بيك، ازيك يا دكتوره غنيس؟ طب اهلا بيك. طب دلوقتي الاستاذ باسل من غرفه عمليات المصريين الاحرار بيقول ان هناك وصلتهم عدد من الانتهاكات منسوبه الى عدد من المرشحين السلفيين في السويس. ما ردكم على ذلك يا فندم؟ والله يعني لحسن الحظ ان انا لسه قافل دلوقتي مع امين الحزب في السويس، وهو كان بيشتكي مر الشكوى من الممارسات الغير منضبطه من عدد كبير من الاحزاب، وانا كنت لسه بقول له عليك بالصبر وعليك بالتزام الهدوء، واذا كان في حاجه قانونيه يا اما تروح تبلغ الجهات المسؤوله يا اما تروح تعمل بيها محاضر. وهو دلوقتي وعدني ان هو هيروح يتوجه لعمل عدد من المحاضر ضد بعض الكتل السياسيه اللي مش ملتزمه داخل اللجان بقوانين الانتخابيه. ولكن هو قال لي ان خارج اللجان الحمد لله عندهم في السويس في انضباط فيما يتعلق بعدم الدعايه الانتخابيه خارج اللجان. طب احنا شفنا الحقيقه بانفسنا، قبل ما اخلي الاستاذ باسل يرد، بس احنا شفنا بانفسنا مثلا في احدى لجان الدقي الدعايه واضحه لحزب النور خارج اللجنه وملصقات على الجدران المدرسه. هل ده قانوني يا استاذ يسري ولا انتوا بتعتبروه تصرف فردي ولا ايه؟ والله يا استاذه لميس اي شيء يتعارض مع قانون الدعايه الانتخابيه انا من على شاشتك الصغيره انا بقول ان حزب النور عنده تعليمات واضحه وصريحه ومشدده لجميع افراده باحترام القوانين والعمليه الانتخابيه وعدم التعدي حتى لو الاخرين ما احترموهاش. ولكن هو برضو امين الجيزه انا كنت معاه من شويه لسه قايل ان في انتهاكات واضحه لبعض المرشحين التابعين لحزب الوفد، وفي استخدام مكثف لبعض اعمال البلطجه وتسويد البطاقات داخل اللجان، بالرغم ان امبارح اتقفل 6 لجان لان كان في بعض القضاه متهمين بان هم بيسودوا بطاقات، ولكن ما زال الجيزه برضه وضعها النهارده مش كويس خالص وفي عمليات تزوير اعتقد ان هي كثيفه. طيب هل وصلك يا استاذ يسري دلوقتي ان محافظ المنوفيه قد يعني اخلى بعض اللجان من انصار الحريه والعداله والنور؟ ده لسه وصلنا حالا، هل عندك الخبر ده يا فندم؟ لا والله لسه ما وصلنيش، انا ممكن ارجع تاني لامين المنوفيه واشوف ايه اللي حصل بالظبط. طيب استاذ باسل حضرتك كنت بتكلمني على انتهاكات لحزب النور، تقدر تقولها للاستاذ يسري؟ والله الدكتور يسري على هدوءه الشديد ده بنتصور ان يعني دكتور يسري ده شخص يعني هادئ وجميل الحقيقه. بصراحه الحقيقه وعلى الارض ناس على خلق. طبعا لا طبعا احترامنا الشديد ليه، لكن هدوءه على التلفزيون انا احييه عليه، لكن الحقيقه ما هوش ده الوضع على الارض. الوضع على الارض دعايه فجه جدا لحزب النور بشكل مبالغ فيه ومكثف، بيتنافسوا مع الحريه والعداله، واحنا سمعنا امبارح ان الاخوان والسلفيين بينهم مشاكل كبيره، لان الحقيقه
هم مشاكلهم في من ينتهك القانون اكثر امام اللجان، ولا يوجد دعايه. انا بتكلم عن الكتله المصريه دعايتهم، حتى وان كان في حاجات متناثره وقليله جدا، لكن الوضع الطبيعي امام كل اللجان دعايه حزب النور ودعايه الحريه والعداله. والاخطر الاخطر الحقيقه من الملتقات والبانرز والكلام اللي زي ده، الاخطر هو توجيه بسطاء الناخبين من واقع السيدات، لجان السيدات بالتحديد اللي بيقف عليها منتقبات وسيدات محجبات من حزب النور والحريه والعداله، بيقودوا البسطاء من السيدات مصر الشرفاء، وفي ناس جايه الحقيقه undecided، يعني مش مقررين او ما عندهمش اتجاه سياسي معين، الوضع غريب على الجميع، فبيتم قيادتهم للتصويت للحريه والعداله والنور. كمان في انتهاكات واضحه جدا، لان في اتوبيسات او ميكروباصات بتجيب مصوتين بشكل جماعي، وانت عارفه حضرتك ان التصويت الجماعي او التوجيه الجماعي للناخبين هو اكبر الانتهاكات السياسيه اللي ممكن تحصل يعني. فلا، في مخالفات كتيره جدا الحقيقه تتناقض تماما مع هدوء الدكتور يوسف حماد، مع احترامي الشديد ليه. دكتور يوسف، تحب ترد؟ يعني انا الحقيقه يعني انا كنت اتمنى انه ما يحطناش في سله واحده مع احزاب ثانيه الحقيقه يعني. وبعدين هو مش كل يعني حضرتك بتفرق ما بين النور وبين الحريه والعداله بوضوح يعني. احنا حزبين يعني منفصلين. انا عارفه انكم حزبين طبعا. يعني مش كل منتقبه بتكون تابع لحزب النور، يعني في منتقبات برضه تابعين لاحزاب ثانيه، دي نمره واحد. نمره اثنين، والله والله يعني انا نفس التعبيرات اللي هو قالها دلوقتي هي كلها برضه شكايات من امناء محافظاتنا، ان في برضه انتهاكات بنفس الصوره موجوده ضدنا يعني. ولكن اصلا حزب النور احنا علقنا علقنا دائره انتخابيه تماما خلال الايام الماضيه، وثق تماما حضرتك ان احنا كحزب ما عندناش اي دعايه انتخابيه. اذا كان بعض الافراد بيجتهد لما بيشوف حد تاني بيعمل دعايه انتخابيه ومسكوت عنها امام اللجان، ودي هتضيع فرصتنا في كثير من اللجان، فيمكن اجتهاد شخصي منه بيعمل حاجه زي كده، لكن الحزب لا يقر ولا يوافق على ذلك ابدا يعني. الحاجة الثانية برضو يعني أنا عايز أقول إن المفروض إن الجهات الرسمية تقوم بدورها على أكمل وجه ضدي أو لصالحي، ولكن إحنا عندنا قانون المفروض كلنا كمصريين بنحترمه. أنا عارف إن دي أول انتخابات حرة ونزيهة بالكثافة العددية دي، التأمين صعب والانضباط بصورة 100% صعب، ولكن أنا هكون أسعد الناس بتطبيق القانون عليا أو ليا، لان ده الضامن ان الانتخابات تطلع حره ونزيهه وصوره مشرفه لمصر الحقيقه. لكن دكتور يسري، يعني هل بتنفي ان فعلا بالذات في لجان السيدات يعني ده شوهد كثيرا ان في سيدات يعني منتقبات ينتمين الى حزب النور بيحاولوا ان هم يرشدوا الناس، مش عايز اقول يؤثروا على الناخبين، هستخدم لفظ افضل، يرشدوا الناخبات ويساعدوا الناخبين. استاذه لميس، احنا عندنا عجز شديد جدا في موضوع النساء، ده عجز شديد جدا في موضوع النساء. النساء بتوعنا كمان مش متمرسات بالنسبه فيما يتعلق بالدعايه والارشاد والتواجد، وان هي بقى تبقى مثلا واقفه في اللجنه كده ماليه مركزها، ده يعني تقريبا معظم اللي جنب ما فيهاش نساء تابعات لحزب النور. فحضرتك بتقول لي ان دول تابعات لحزب اخر. يعني نفرق، معلش يعني نفرق. طب بس انا ارجوك رجاء شخصي يا دكتور يسري يتكلم امين الجيزه، احنا شاهدنا بانفسنا بعض الملصقات والدعايه يعني على باب اللجنه، ويعني اذا كان فعلا زي ما حضرتك بتقول انكم ان حزب النور قد يعني اعلن لكل الاعضاء ان هو عدم استخدام الدعايه خارج اللجان، ارجو ان انتم بس تشددوا على. حاضر، انا اكلمه الجيزة حالا دلوقتي. ارجوك، لان احنا صورنا ده، ويعني انا يعني هحترم هدوء حضرتك واحترم كلماتك وحاسق فيها، وانا متاكده انها ربما تكون. احنا لا نقر اي حاجه خارج اطار القانون، انا هكون اسعد الناس بالالتزام التام بجميع القوانين. اشكرك دكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور، اشكرك استاذ باسل عادل من غرفه عمليات المصريين الاحرار.